بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبابنا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نلتقي بكم اليوم في نقلة جديدة من بركات الصلاة على النبي وكرامات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قصتنا اليوم عن طرفة من طرائف الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه ليست حدودة أو ليست كقصة للتسلية، ولكن مقصدها أن يكون عندنا يقين، فأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم نجاة لنا من كل كرب ومن كل هم، وأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم نور، ومن أراد هذا النور فليتم مشاهدة حلقتنا إلى النهاية، وليس نحن فحسب، ولكن كل فيديو فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يصادفك في حياتك أيا كان مسماه وأيا كان محتواه وأيا كان الذي يلقيه على مسامعكم الكريم. قصة اليوم عن سيدة مدمنة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، إدمان شديد جدا، فكل حركة من حركاتها تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لسانها تعود على ذلك. فحينما يقول لها زوجها أعطني كوب من الماء، تقول له تفضل اللهم صلي على سيدنا محمد. حينما يقول لها أعطني الثياب الفلاني ألبسه، تقول له تفضل اللهم صل على سيدنا محمد. حينما يحتاج أحد أولادها شيء، طعام أو شراب أو أي شيء من مرافق الحياة التي يستعين بها في الدنيا، تقول له خذ اللهم صل على سيدنا محمد. هنا ضجر الرجل وحزن حزنا شديدا على هذا التصرف الحسن من ناحيتها، وهو بالنسبة إليه تصرف غير حسن، لأن هو قال إن هذه يعني تعتبر سيدة يعني جاهلة، أو سيدة يعني درويشة، أو سيدة مش فاهمة. ليه؟ لأنه هو أصلا رافض يصلي على محمد صلى الله عليه وسلم، صلت على رسول الله. تعالوا نشوف المفاجأة. الراجل ده قال لا، أنا هذه الحياة لا تستقر بهذا الطريقة أبدا، فأنا أعيش في ضنك وصراع نفسي، وأصبحت زوجتي بفعلها هذا تؤرقني، فملأت كل ركن من أركان البيت بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكل حركاتها وسكناتها وفي طعامها وفي نومها وفي فراشها تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. هنشوف مين اللي كسبان في الآخر، بس اصبروا معانا. هذا الرجل أراد أن يتخلص من زوجته، هو حب أن يقتل زوجته بطريقة فنية لا تخطر على بال أحد، ولا يعرف أحد من أقاربها ولا من أصدقائه ولا من جيرانه بطريقة القتل.
لماذا؟ حتى لا تصلي على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل مسلم؟ نعم، ولكن الإنسان المسرف على نفسه، أي إنسان في الكون مسرف على نفسه تجده يتعب كثيرا نفسيا من الإنسان الذي يوجهه للعمل الصالح بطريق مباشر أو غير مباشر. الزوجة أقصرت من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم لعل زوجها يردد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة. وأنتم تعلمون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أفردت له حلقتين كاملتين، وهو أن صلى الله عليه وسلم قال: البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي علي صلى الله عليه وسلم. البخيل يا جماعة اللي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده، يعني لو سمعت واحد بيصلي على النبي في الشارع، أو واحد بيصلي على النبي في كتاب، أو واحد بيصلي على النبي في تلفاز، أو واحد بيصلي على النبي في شريط تسجيل، أو واحد بيصلي على النبي في يوتيوب، أو واحد بيصلي على النبي في أي حاجة على الفيسبوك أو على تويتر أو انستجرام أو مواقع التواصل الاجتماعي كله، ولم تردد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كتبت بخيلا. والبخيل يخطئ طريق الجنة. تكون واحد بالله وتخطئ طريق الجنة، ولكن رحمة ربنا بتكون قريبة جدا من الناس المحسنين. يعني ممكن واحد يكون مسرف على نفسه او اخ او اخت من الذنوب كتيره قوي، وبعدين يكون عند الله من اولياء الله الصالحين. فانت ما تحكمش على الناس بالظاهر، لان ربنا رحيم. اما تكون واحد عاصي او واحد كسلان ما توبخوش. فالناس اللي بتسمع الصلاة على النبي هتحكم على الرجل ده ان الرجل ده بقى ايه؟ واحد هيقتل زوجته على اساس ان هي بتصلي على النبي كتير. ما تصبر يا اخي. واحد يقول لي لا ده راجل يعتبر كافر. لا يا سيدي مش كافر. لا، طب الراجل جماله بيعمل كده ليه؟ مش عارفين. تعالوا بقى نشوف بس نهاية القصة ايه؟ ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. الناس كانوا فقراء جدا، يعني الست دي فقيرة، وطبعا مرافق البيت يعني احيانا يكون عندنا باب غرفة بننام فيها من غير باب. ففي ناس تجيب مثلا بلاستيك تحطه على الباب، ناس تجيب في الفلاحين زي شوال او خيش او قماشة او ستارة. فهي أعزكم الله دورة المياه ليس فيها باب. لو فيها باب هيجي عند ظهر الباب ويدق بالمطرقة ثلاث مسامير حديد صلب، أو يعمل علاقة يعلق عليهم ملابس اللي هي الداخلية له لما يجي يستحمى أو يتوضأ أو يغتسل أو أي شيء. فما فيش عندهم الكلام ده. فهي قالت له: أنا أريد أن أغتسل، فناولني الفوطة. طبعا معظم ملابسها بره، وطبعا مفيش مكان توضع عليه الملابس، وناس بدائيين جدا، ولكن واصلين. هم بدائيين بس واصلين إلى مرتبة الأبرار اللي هم أعلى مرتبة في الجنان اللي ربنا قال عليهم: يسخون من رحيق مختوم ختامه مسك. حاجة خاصة. فالرجل ذهب وأتى بحية اللي هو الثعبان الكبرى السم جدا،
المشهور بتركيز السمن فيه، قال لا يستغرق أكثر من ساعة أو اتنين ويتجلط الدم والإنسان يموت. جاب ثعبان باستخدام أحد الحواء أو أحد الناس اللي بتصطاد الثعابين ووضعوا فيه جراب، وأول ما هي قالت له ناولنه الفوطة جاب الثعبان طلعه من الجراب ولفه في الفوطة، ساعد واحد طبعا وناولها الفوطة، تقول له يا فلان ناولنا الفوطة اللهم صل على سيدنا محمد، واحد يقول لي ايه بتصلي على النبي في الحمام يا عم، هي طلعت رأسها من الحمام من الخير، هي متعودة بس ما بتصليش على النبي في الحمام، أطلت برأسها في الخارج. حاضر. الرجل انتظر حتى تخرج، هي تأخرت تأخرت كثيرا في الحمام، فهو فرح قال لعلها صعقت، يعني حصل لها صدمة ووقفت عضلة القلب تماما من شدة الرعب وسقطت في الحمام ماتت، أو الثعبان لدغها ولكن هي ما سلكتش، ربما سلخت وأنا مشغول في البيت، ولكن السم أنا الآن أنتظر شوية كمان، أنتظر كمان 10 دقائق لما يكون السم خد مفعول، لأنني لو دخلت ولقيتها لسه حية هيضطر أحد يشوفنا فينقذوها وتروح المستشفى أو حد يدخل عليا، فأنا أنتظر لما السم ياخد مفعوله بحيث إن مفيش حد يسعفها ولا حتى أنا ولا حتى يرق قلبي، ثم أبلغ إن هي فيه ثعبان لدغها وماتت. بعد ربما يكون 20 دقيقة، 20 دقيقة كثير، 20 دقيقة بعد الوقت المقرر للاغتسال، يعني كسرة تغتسل في ربع ساعة، تلت ساعة، في 20 دقيقة، في نص ساعة، ولكن الرجل انتصر كمان يعني حوالي 20 دقيقة عن الوقت اللي هو ايه تقديرا بيكون وقت الاغتسال، يعني مش هياخد أكتر من نص ساعة مهما كان الأسباب يعني. وجدها تناجي عليه وخارجة، شفت المفاجأة الحلوة، بقول لكم انتظروا للنهاية. وجد سلسلة من الذهب جميلة جدا تلبسها ووضعتها على صدرها، ها، وفرحانة جدا من زوجها، مبسوطة، قال لها ما هذا؟ من أتى لك بهذه السلسلة؟ قالت ما هذه الهدية التي اشتريتها لي وعملتها مفاجأة لي ووضعتها في الفوطة أو المنشفة. الله اللهم صل على سيدنا محمد النبي الهادي من نادانا للإيمان فهو نعم المنادي. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الهادي من نادانا للإيمان فهو نعم المنادي. صلاة يفوح شذاها في كل نادي وتملأ السهل والوعر والوادي، تصلح بها نفسي وأهلي وأحبابي وأولادي، وتديم بها علي إمدادي، وتجعلها
أحشرنا في زمرته يوم ينادي المناجي. يا سلام يا بركة الصلاة على الحبيب، صلوا على الحبيب، صلي على الحبيب قلبك يطيب. اسمعوا يا محبين، يا محبي رسول الله، كرامات رسول الله وكرامات الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الرجل خجل من نفسه، خجل من نفسه وانكب على قدم زوجته يقبلها وقال لها: سامحيني سامحيني سامحيني، أنا فعلت معك كذا وكذا، هذه كرامة إلهية، هذه كرامة إلهية للصلاة على خير البرية، فلن أكف يوما من الصلاة على الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. من كتاب بركات وآثار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لعلي الإبراهيمي صفحة 52، يعني مش كلام مصادر. يبقى اذا يا حبايبي اوعى واحده تقول اما خلي جوزي يجرب دي معاي، لا ده انت التعبان يلدغت وتموتي ويمكن يطلع يبدغ زوجك كمان، لا تصح التجربه مع الله. دول ناس كانوا بطبيعتهم، فربنا عمل دي كرامه لمين؟ لها. شوف كثره الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، ديت حياتها كلها مرتبطة بالصلاة على النبي، ليس لها طموح في الدنيا إلا حب النبي، هذا هو الحب الحقيقي للنبي، هذا هو الحب الحقيقي للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الحب الحقيقي للنبي بدون قيد أو شرط، هذا هو الحب الفطري للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وجعله الله كرامة لزوجها، لماذا؟ فمن كان يعول أولادها ومن كان يكون في خدمتها، كان في خدمتها؟ أتقول في خدمتها؟ نعم، زوجها أرجوها آثر أن يقوم على خدمتها ويصلي على النبي إلى أن يتوفاه الله. الله، الرجل أصر أن يقوم بأعمال البيت أو يشارك في أعمال البيت حتى الممات. حد يقول الكلام ده غريب قوي؟ لا يا حبيب، لا يا رب، ده أنا بقول الحاجات الصغيرة، الأشياء اللي ممكن الإنسان عقلهم ينفجر منها ولا يستوعبوها، أنا مأجلها والله للنهاية. يعني إحنا وصلنا تقريبا إلى 190 حلقة في فضائل وإعجازات وكله حوالين الصلاة على النبي بالقناة، إن شاء الله نكتمل 1000 حلقة. لا نبتغي من الدنيا جاها ولا عزا ولا مالا ولا سلطانا، إننا نقولها لله وحبا في رسول الله، فمن شاء أن ينشرها فهو جزاء في الآخرة، ومن لم يشأ فهو عليه وزر في الآخرة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. انتظرونا، نحن نتحدث عن طرائف الصلاة على النبي. عندنا كم حلقة؟ 5 حلقات، ولكن أنا كنت مريض من مدة 4 أيام،
وتأخرت في رفع الحلقات، فإن شاء الله هنتتابع نرفع 3 من الطرائف و2 هسيبهم للآخر، لأن دول محتاجين ضيوف يكونوا معانا هنا شواهد عليها، لأن عقلكم ممكن فيه ناس كتير علمانيين أو ماديين مرتبطين بالدنيا وهم طيبين يعني، بس مرتبطهم بالمادة ممكن ما يصدقوش، ممكن يشككوا، فأنا بجيب الناس أصحاب الأشياء دي معايا إن شاء الله. نلتقي بكم في حلقة قادمة من طرائف الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.